أزمة حقيقية يعيشها سوق الدجاج في مصر تختبئ وراءها عدة أزمات. آلاف الكتاكيت أعدمت بطريقة مؤسفة في مصر، والسبب شح الأعلاف وعدم قدرة أصحاب المداجن على تأمينها. الأمر عائد بطبيعة الحال إلى صعوبة الاستيراد من السوق الأوكرانية والروسية التي كانت المصدر الأساسي للأعلاف المصرية. الأزمة لم تنتهي، لكن الأزمة التي تلوح في الأفق بطبيعة الحال هي أزمة البيض ولحم دجاج، أو الفراخ كما تسمى هنا. صور الكتاكيت المعدمة عكست عن الأزمة الأكبر، وهي أزمة الاقتصاد. الدجاج المصري يغلي على موقد الأسعار المرتفعة، ومعه أيضاً يصل طبق البيض إلى نحو 90 جنيهاً مصرياً، سعر غير مسبوق بالنسبة للشارع المحلي. المصريون كالعادة وللتخفيف عن أنفسهم أخذوا الأمر بشيء من السخرية، فالبعض يقول اللي عنده كتكوت يخبيه، وآخرون يضعون صوراً للكتاكيت المقتولة مرددين بكوميديا سوداء عبارات العزاء المعروفة. يحدث كل ذلك وسط تقارير من خبراء الاقتصاد في العالم عن مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه. لصباح العربية، ندى حجازي، القاهرة.